السؤال اللي اشتغل عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية حق الصحة في المغرب. طبعا كانت هناك عدة دراسات صادرة عن عدة مؤسسات في المغرب وحتى عن وزارة الصحة اللي كتبين الاختلالات اللي عندنا في المنظومة الصحية من حيث النقص ديال الموارد البشرية ديال الأطباء ممرضين وغيرهم. يمكن الحاجيات اللي عندنا الموارد البشرية الحاجيات اللي عندنا هي أكبر بكثير مما نتوفر عليه. عندنا كذلك نقص ديال التمويل، عندنا نقص ديال الأجهزة، عندنا هذه كلها اختلالات كاينة في المنظومة الصحية واللي معروفة. السؤال كان بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أولا ماشي غير فقط الحق في الصحة، هو فعلية الحق في الصحة، بمعنى على أنه ما غنغيروش فقط القوانين في الدستور أو في القوانين أو لنوفروا أجهزة وأطباء ومستشفيات، ولكن خصنا نتأكدوا بأنه جميع المواطنين عندهم واحد إنصاف في الوصول للحق في الصحة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كذلك اللي يشتغل عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تشخيص، غادي نقولوا تشخيص تحليلي، التشخيص الكمي كاين، تشخيص تحليلي لهاد العوائق ولهاد الاختلالات. النقطة الثالثة هو في هاد الاختلالات العامة واش كل شيء جميع المغاربة كلهم كيعانيوا بنفس الدرجة من هاد الاختلالات؟ لا. إلا شفنا مثلا النقص ديال عدد الأطباء غادي نلقاو باللي عندنا 50% الأطباء من جديدة للقنيطرة وباقي المغرب عنده 50% الأطباء. إذا لا نعاني في المغرب بنفس الطريقة من هاد النواقص. إلا شفنا البادية مع المدينة، التطبيب في المدينة ماشي في المدينة، إلا شفنا مثلا الوفاة ديال الأمهات وديال الحمل كنلقاو باللي جوج مرات ونص الوفيات في البادية أكثر من المدينة. إذا عندنا اختلالات داخل هاد النقائص اللي عندنا الكبرى. هذه من جهة. من جهة أخرى كذلك بالنسبة للمجلس عنده مقاربة ديال ماشي الصحة هي العلاج، ماشي هي المستشفى، هي الصحة خص الإنسان ما يكونش مريض بعدا، ما خصوش يمرض، خصنا نديروا جميع الوسائل باش ما يمرضش. شنو هي؟ هي الوقاية، هي التلقيحات، هي التربية الصحية. مثلا السمنة كنعرفوها باللي في السنوات المقبلة غادي تقتل واحد العدد كبير ديال 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 المواطنين. إلا ما حرناش اليوم في الأسرة في المدرسة وفي غيرها ما غادي يمكنش أن من بعد نتغلبوا عليها. عندنا مجتمع مغربي كيمشي للشيخوخة، عندنا مجتمع مغربي كتكثر فيه الامراض المزمنه. هاد المشاكل التحديات اللي مطروحه اليوم خصها يكون فيها التفكير من يعني استباقي وقبلي. كذلك بالنسبه لحقوق الانسان التقرير كيربط ما بين الصحه كحق ديال الانسان ولكن كذلك كمدخل من مداخل التنميه. اليوم متاكدين على انه بيناتها كوفيد على انه الصحه عليها كنبنيو الاقتصاد وعليها كنبنيو الحياه الاجتماعيه وعليها كنبنيو الثروه ديال 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 المجتمعات. فاذا الصحه هو واحد الحق اللي من خلاله غادي نبنيو التنميه ديال المغرب. ولهذا كنشوفوا هاد المشاريع اللي كاينه دابا في المغرب واللي مشرف عليها جلاله الملك ديال تعميم التغطيه الصحيه، ديال مراجعه المنظومه الصحيه ككل، ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه، هي دروس ديال الازمه ديال كوفيد، ولكن هي خطوه اولى نحو بناء مغرب جديد، مغرب تقدم، مغرب تنميه، اللي ما يمكنش يتبنى بلا العنصر البشري اللي فيه الصحه والتعليم في المقدمه ديالها. الى تكلمنا على الصحه، المنظومه الصحيه لا تتحكم في الصحه الا ب 25%، بينما 75% الاخرى هي مرتبطه بعوامل محددات اخرى اللي ديتيرمينون دو سونتي، هي السكن، هي التغذيه، هي الثقافه، هي القابليه الجينيه ديال الافراد، هي التعليم، هي الدخل المدخول، هي الشغل، هي الصحه في الشغل، هي صحه الام والطفل. اذا المنظومه الصحيه وهذا هو اللي اساسي على انه رغم الدور المركزي ديالها والمحوري ديالها ولكنها ليست هي التي لها التاثير الكبير في توفير صحه الانسان وتحقيق صحه الانسان. ولهذا قلنا على انه خصها تكون واحد المقاربه شموليه، خص اصلاح المنظومه الصحيه، ولكن ولذلك كاين واحد الاصلاح ديال حتى الحمايه الاجتماعيه. كذلك خصنا نذكروا على الشفافيه، نذكروا على المشاركه، هادو كلهم. انا نعطي مثال هو انه الحمله الوطنيه للتلقيح في المغرب حمله ناجحه، كنا حنا الاولى في 6 دول اوائل عالميا في التلقيح 5 اسابيع من بعد انطلقت الحمله الوطنيه للتلقيح في المغرب. علاش؟ كانت عندنا فيها شفافيه، كانت عندنا فيها عداله، ما كانتش عندنا فيها محسوبيه، ما كانتش عندنا فيها الوجهيات، كان عندنا فيها تكافؤ الفرص للمواطنين. المغاربه قبلوا واقبلوا على التلقيح لانه وفرنا لهم واحد المناخ جديد، كانت فيها الرقمنه، كتصيفط تليفون اس ام اس جوج دقائق كيجيك موعد ديالك، كان فيها تنظيم. ولذلك كيمكن ان نقول بان مساله ديال الصحه هي ماشي فقط ديال المنظومه الصحيه، هي ديال واحد المنظومه مجتمعيه ككل. خصنا نقروا بانه الصحه مركزيه
صحة ضرورية للتنمية، وهذا الشيء اللي كاين في المغرب اليوم كيخصنا نخرطوا كلنا في هذا المسلسل ديال المستقبل.